السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. غالبا الناس يقول لك بان الخبز كيغلظهم. لا، الخميرة البلدية كيرقق. زيد وعكس تماما، هذا علم. هذا علم. يعني هذه بشرى للنساء انهم يخمروا بالخميرة البلدية. نعم. وما غتكونش عندهم سمنة. هذا الخميرة البلدية هي فيها حمض اللاكتيك، حمض اللاكتيك يطهر الجهاز الهضمي. والخميرة الخبز هذا المخمر بالخميرة البلدية 600 ضعف أحسن من نبتة القمح فيما يخص الفيتامينات. 600 ضعف، وفي أشياء لا توجد لا في نبتة القمح ولا في أي مادة غذائية. الحمد لله تيكي يطهر الجهاز الهضمي، يغسل الجهاز الهضمي. البكتيريا اللبنية الموجودة في الخميرة البلدية هي تريح الجهاز الهضمي، هي تنشط بكتيريا، هي تنشط خلايا القولون، وهي يعني لا يمكن أن يكون غاز في الأمعاء لما يستهلك الناس هذا الخبز البلدي. الخميره البلديه كانوا الناس كيربيوها، معنى كيربيوها حتى بالانجليزيه كنقولوها، كنقولوا وبالفرنسيه بجميع اللغات كنقولوا كنربيوها هذه. ف كيفاش كيربيوها؟ ملي كتعجن كتخلي واحد القطعه ديال العجينه، غير هي ما خصهاش تخلي قطعه صغيره، خصها تخلي نص كيلو ديال العجينه. نعم. خصها تخلي كميه كبيره باش تخمر في الخميره اللي جايه، العجين المقبل يخمر دغيا، يخمر بسرعه. اما ملي كتخم تخلي غير شويه، واحد كميه ديال 50 غرام ولا 100 غرام، ما كتخمرش بسرعه. كاين هناك زعما العديد من الطرق اللي طبعا باش نصنعوا هذه الخميره. لا، انا كنهضر على الخميره موجوده. موجوده. ملي كتوجد، ملي كتعجن المراه خاصها تخلي كميه كبيره. والمشكل دكتور كيفاش الاعداد ديالها؟ راه الله سبحانه وتعالى خلق الخمائر والبكتيريا اللبنيه في النشويات. تخلط الشعير مع القمح ولا غير القمح بالنخاله ولا غير الشعير مع الماء، تعجنوا بالماء، تعجنوا بالماء، تخلطوا وتخليه يحماض وتخمر به فقط. الا زادت بغات تسرعوا، بغات داك الشيء يجيب يعني بسرعه. زيد معاه اي حاجه حلوه، مع التمر، التفاح، الليمون، حتى اللبن. الناس كانوا كيحيوها باللبن، كانوا كيديروا كاس ديال اللبن ويعجنوا العجين وكيزيدوا كاس اللبن ويدلكوا العجينه مزيان وخليوها تخمر. خليوها مثلا 24 ساعه. لان اللبن البلدي هو فيه خمائر، فيه بكتيريا لبنيه وفيه خمائر. الى ما كانش تزيد الزبيب، تزيد الشريحه، تزيد التمر، تزيد التفاح، تزيد اي حاجه حلوه، غير شي حاجه بسيطه كتدقها ولا تخلطها مع العجينه تكون حلوه، وتخمر هذيك الدقيق تخليه تيحماض. وملي بان هذيك ذبابه الخل، ذاك الناموس دروزوفيلا، اللي كيبان لها واحد الناموس فوق الخميره تجمع عليها، صافي تعرف بان راه وجدت، راه ولات حامضه، لان هذاك الحمض الاسيتيك اللي كيخرج من الخميره البلديه هو اللي كيجر هذيك الذبابه. الرائحه. نعم، الرائحه ديالها حامضه، راه غادي تلقاها حامضه. وملي تعجن تخلي واحد الكميه كبيره وتردها للدقيق. يعني تغبرها في الدقيق. نعم، تغبرها في الدقيق باش تعجن بها المره الجايه، صافي فقط، ما ديرها لا في الثلاجه لا في الفريزر. نعم، يعني سهله وبسيطه. خليها في الدقيق. فهذا الخبز البلدي هذا بالحال خميره حامضه. نعم. المراه تخمر وتخلي واحد الطرف كبير باش الخميره، باش العجينه تخمر بسرعه. تخلي في الدقيق كما قلت. شويه تخلي كبير. ملي تعجن، تعجن مثلا واحد كيلو ونص ديال الطحين ولا جوج كيلو. نعم. وتخلي نص كيلو العجينه، تخلي الخميره فيها نص كيلو باش ملي تعجن بها دغيا الخبز يطلع. الخبز يطلع. وكانوا النساء كيجتهدوا، كانوا كيزيدوا واحد الوقيته هذاك الماء ديال التمر، كانوا كيزيدوا الماء ديال الزبيب، كانوا كيزيدوا شويه ديال الشريحه، حاجه حلوه. علاش؟ باش الخبز يطلع بسرعه. كانوا كيديروها في منطقه دافيه 30 درجه ماشي هي 20 درجه. وكانوا كيخليوها الليل كله باش يستغلوا ذاك الوقت ديال الليل باش الصباح المراه تخبز. واحد السيده قالت لك بان هي كتحيي هذيك الخميره البلديه بالخميره الروميه. لا لا، بالعكس، ما خصش تكون فارح الخميره الروميه، لان الخميره الروميه، لا، لان الخميره الروميه ستقضي على هذه السلالات ديال الخميره البلديه. نعم. ستقضي عليها، لان من الاحسن، وربما تكون ريبليكيشن، لان هذيك مغيره وراثيا، ربما غادي يكون عندها مشكل في هذا. نعم. علي ان حياتها بالخميره الروميه، ما بقاش خميره بلديه. اكيد يعني خصها الخميره البلديه، واخا تعطل، واخا الخبز ديالها ما يطلعش، واخا يجي مدقس ثقيل، يعني بشويه مدكس، هذا هو خبز جيد، غير ملي بغيو يطيبوه ما يطيبوهش بسرعه في الفران ديال الغاز، لانه ما غيطيبش. ما غيطيبش، خاصو الفران ديال الكهرباء ولا ديال الحطب. عادي يطيب ويطيب بشويه، ماشي ما يخصوش يطيب بسرعه. الاشخاص اللي عندهم حساسيه خاصهم ياخذوا الخبز مخمر بالخميره البلديه. هذه نقطه مهمه. والاشخاص اللي عندهم سكري خصهم ياخذوا القمح الكامل معجون بالخميره البلديه.
والاشخاص اللي عندهم كرون تقرح كرون والقولون العصبي هذا الاريتيتين باول هذا خصو الخميره خصو القمح الكامل بالخميره البلديه ولا كان شعير يكون احسن اللي عندهم هذه المشاكل هذو والاشخاص اللي عندهم امساك حاد وحتى اللي عندهم اسهالات هذو خصهم القمح الكامل ولا 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 الشعير ولا الدراع يعني الخميره البلديه خصها تكون معجونه وبين يدينا زعما يعني نعم الخميره البلديه تريح الجهاز الهضمي هذا الخبز الان دقيق ابيض بالخميره الروميه هادو مالين السكر ما يمكنش وحتى ولو حقنوا له الاطباء الانسولين السكر ما غاديش يتقاد هذا لا يمكن الاشخاص اللي عندهم امساك واللي عندهم انيميا وعدم امتصاص والنساء على الخصوص ياخذوا هذا الدقيق الابيض بالخميره الروميه هذا غادي يزيد الويلات غادي تزيد الانيميا غادي تزيد والمصائب الاخرى غادي تكثر فحتى النقص في الوزن يعني شوف غير البنيات البنيات دابا الا خداو هذه الخميره البلديه هذه كياخذوا املاح معدنيه البنت الا خدات حديد وكالسيوم وماغنيزيوم ومانغانوز وزنك البنت كتولي طونيس ما كتبقاش سخفانه كتولي توقف مزيان كتولي تخدم مزيان كتولي نشطه هذه فمع الاسف الاملاح المعدنيه والخميره البلديه كتحرر الاملاح المعدنيه والفيتامينات كيولي الخبز ماده غذائيه متكامله وكذلك دايتيتيك يعني كذلك صحيه او حميويه فهذا الناس اللي عندهم كوليسترول مثلا الناس اللي عندهم كوليسترول كاين اللي ضارب كاين اللي خاد ستاتينات اللي كيوصف ليه الطبيب كاين اللي دار حميه كاين اللي جرى كاين اللي دار القاعه كاين والو ماقدرش كيبقى نفس بسيط انا قلت لك النساء في الدار البيضاء زولوا اللحوم والسكر اللحوم والسكر اللي حيدوا الاوميغا 6 زيوت المائده والشحوم الحيوانيه اللحوم والسكر وياخذوا الخبز بالنخاله بالخميره البلديه والكوليسترول ينخفض ينخفض الكوليسترول ينخفض السمنه تنقص التريغليسيريدات تمشي والسكري يضبط والناس اللي عندهم كرون جيد حتى الربو الحساسيه ما خصهمش ياخذوا الخبز هذا الدقيق الابيض مع الخميره الروميه ما خصهمش ياخذوا وكاين اكثر من ذلك الاطفال اللي عندهم مرض التوحدي خصهم الخميره البلديه لان ما يقدروش على الجلوتين بعدا هما خصهم الخميره البلديه هذا الاطفال هذو وكذلك الاشخاص اللي عندهم مناعه منخفضه والاشخاص اللي تحت العلاجات الكبيره بحال الكيميوثيرابيا وبحال الراديوثيرابي وبحال هذه الاشياء اللي كياخذوا علاج ثقيل جدا حتى الاشخاص اللي تحت الانترفيرون هذو خصهم خبز بالكامل قمح كامل ولا الا كان مزيج النساء ما بقاوش كيديروا المزيج ديال القمح مع الشاي والقمح مع الذره خلطوا الذره مع القمح هذوك البذور وحتى نعم واللي يقدر يزيد الفول ولا الحمص مطحون قطاني تزيد مع الخبز 10% بحال مثلا اللي كيطحن عبره مثلا ديال الزرع يزيد معاها جوج الحفنات ديال دقيق الحمص ولا دقيق الفول يعني حتى المذاق ديال يعني غادي يكون جيد اكيد غادي يكون جيد حتى التخمر غادي يكون جيد التخمر غادي يكون جيد غادي يكون يعني شيء هائل فهاد الاهميه شوف شحال ديال النصائح سمعوا الناس اطنان ديال النصائح تهطل عليهم كالامطار ولكن الخميره البلديه الاهميه ديالها هي قصوى ويسمعون يوميا اشياء يعني يظنون انها يعني ماشي ستشفيهم وانما ستحييهم هي اشياء اغراء فقط واشهارات يعني مفرطه حول هذا المشكل قلت لك انا الناس الان تيسولوا حتى بعد النباتات ما عندناش في المغرب كيبقاو يسولوا عليها هذه القضيه ديال استنبات الحبوب هذه المسائل هذه كما قلت موضه شي شخص دي فلسفه ليست علم شي واحد فلسف وقال لي راه القمح كنبتو دابا اي واحد يقرا سطر في الانترنت ويلقى بان راه كتزاد شي حاجه داكشي كيمشي يقولها للناس نعم اللي كنبتو القمح كانوا الناس كيسميو عندنا في الشاويه الشرشم نعم هاد الشرشم شنو هو كان مطموره ملي كتشرب نعم كيرطاب هذاك الحب كيشرب الماء كيرطاب بعض المرات كتنفخ المطمره كاع وكتلوح هذاك نعم يعني هذا النبات هذا كيتنفخ كيشرب الماء كنسموه المشرب كاين اللي كنسميه الشرشم ولا المشرب يعني على حسب المناطق هذا المشرب هذا كانت المطمره ملي كتشرب الماء كتخسر كيفرقوها على الناس بالمجان كيفرقوها على الناس المجان هذا وكان طعام متدني كانوا الناس كيتعايروا به تقول له خلنا كل مشرب يعني هذا الان اصبح غذاء راقي اصبح الناس الان يتباهون به الان ويقولون للناس ان القمح المستنبت انه يعالج وانه يفعل كذا ولا لا يفعل شيء هي القمح بالنخاله بالخميره البلديه كما قلت هو 600 ضعف احسن من ولكن النساء لا اله الا الله كيقلبوا ديما على الحاجه الصعبه والحاجه الغاليه
الان الناس في الدار البيضاء كيبيعوا نبته القمح بثمن باهظ، وسماو جنين القمح. شو حتى الترجمه اللغويه كي دايره، سماو جنين القمح. ما عرفتش انا جنين القمح اش من ترجمه هذه، لا اله الا الله. يعني هي نبته القمح، وكاين اللي كيتكلم على جنين القمح، وكاين زيت القمح. ما عرفتش انا هذا زيت القمح اش كيعملوا به هاد الناس هذو. زيت القمح هي اللي يجب ان القمح اذا اكله الناس كما ينبغي، واذا كان بالنخاله ديالهم مخمر بالخميره بالديره في كل شيء، باش الناس يبقاو يقلبوا على اشياء تعقد حياتهم وما غاديينش يقدروا عليها، لان القمح ما كينبتش في جميع الفصول. القمح كينبت غير في شهر اكتوبر ونوفمبر، زادوا عليه المذاب ما غينبتش، يعني لا هو لا ينبت في فصل الصيف. فهذه الاشياء يجب الناس يعرفوها شويه. كاين تقنيات اللي ممكن نبتوا بها احنا القمح في اي وقت، ولكن ما نعلمهاش للناس، لانني لا اريد هذه الاشياء ولا اريد الناس باش يدخلوا في هذه المتاهات. هذه متاهات تسمى عندي متاهات، لانهم سيتيهون سيتيهون. وكيف ما كان الحال لهذه الاشخاص اللي تحت العلاج، ما يستهلكون الخبز. واذا كان الخبز بالخميره البلديه مع التقى مع زيت الزيتون وتزاد معه فواكه وخضر، هذا النظام راه كافي حتى للناس اللي كيعملوا كيميوثيرابي، وهي اللي كانت حافظه المغاربه من 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 كثير من الامراض. شوف ملي ما بقاتش عندنا الخميره بلديه، نعم، ولينا كنغربلوا القمح، ما بقيناش كناكلوا الشعير، ما بقيناش كناكلوا الذره، ما بقاش السيكوك، ما بقاش بركوكش، ما بقاش هربل، ما بقاش فتيل الشطره، ما بقاش الناس كيصيبوا الخليع، ما بقيناش كنصيبوا السم الحار، ما بقيناش كنصيبوا الزبده البلديه، ما بقاش البلد البلدي، ما بقاش الناس يعني كيقرقوا الدجاج ياكلوا الدجاج البلدي، ما بقاش كياكلوا البيض البلدي، ما بقاش الناس عليه نقل الاستهلاك قل، ما بقاش هذا الشيء معروف. الناس ما بقاوش كيفوروا يعني الكسكس طعام على الخشاش الارض على الربيع، وما بقاوش الناس كياكلوا هذا الخشاش ديال الغابه وديال ديال الارض هذه. ولينا مجتمع بنفس نسبه الامراض في المغرب، والتي هي نسبه الامراض في العالم الغربي. نعم. الامراض اللي ما تسمعوش بها الناس، انا مشيت للباديه كنسمع الناس كيتكلموا في الدوار كيتكلموا على الكوليسترول. يعني هذه في البلاد في الدوار الناس ولاو عارفين الكوليسترول وعارفين الانيميا وعارفين هشاشات العظام ولاو عارفين بهجات ولاو عارفين بسورياسيس ولاو عارفين المسائل عندنا في الدوار. من قبل ما كانوش عارفين حتى الشقيقه. نعم. ما كانوش كيعرفوا حتى تسمية الامراض، لان ما كانش، كانوا كيعرفوا يلاه حمى التايفويد، هذيك كانوا كيسموها قرده، وكانوا كيعرفوا بعد امراض قليله الدقه ما كانش عندنا حنا في الشاويه يعني، ولا الحساسيه ما كانش معروفه، ولا حتى العقم ما كانش يعني قليل جدا، حالات نادره، ولا الحي كانوا كيسموه الحي السرطان ما كانش معروف. هذه فهذه الاشياء هذه ملي الناس غيروا نمط العيش وغيروا الثقافه الغذائيه، فطبعا ولاو مجتمع غربي تقريبا في الاستهلاك فيما يخص الاستهلاك. فجميع الامراض اللي عند الغرب عندنا، عندنا البواسير، عندنا كرون، عندنا ار سي اش، عندنا سرطانات، عندنا قرحه المعده كومبيلو، هذاك الايليوباكتير بيلوري، الايليوكوباكتير بيلوري دابا قرحه المعده. انا شكون اللي عندنا غيرنا العادات، الغده الدرقيه، عندنا الغده الدرقيه، عندنا سرطان الثدي، عندنا البروستاتا، عندنا المشكل ديال العقم، العقم عند النساء، عندنا مشكل خلل هرمون عند النساء، عندنا مشكل ديال الانيميا، عندنا مشكل هشاشه العظام، عندنا مشكل ديال الالام، عندنا مشكل مال الناس، القوه ديال الشخص ولات منهاره، ما بقاش كيقدر يحمل، طبيعه الاكل تغيرت، ما بقاش ولات السياره ولا لا مشيتي للسوق الان نهار كيتسوقوا الناس ما غاديش يكون في الرباط طبعا، لان الرباط ولا في السوبر ماركت ما بقاش في السوق. نعم خارج المدن الصغرى ولا بعد المدن اللي باقي كيعمر فيها السوق الاسبوعي القروي، غادي تلقى الناس كلهم جايبين واحد الطفل حامل ليهم تقضيه، واحد الكروسه صغيره، ما تلاقوش قادرين يهزوا القفه ديالهم ديال التقضيه، ما بقاوش يقدر الانسان. يعني غير تشوف يعني هذا هو علم الاجتماع، انا كنرد البال كنراقب هذا، كنلقى الناس كلهم غادي جارين هذيك اللي كيتقداو فيها، وغادي واحد الولد يوصل ليه هذا ويعطيه واحد دراهم ولا خمسه ولا اربعه ويرجع بحالات، والناس ما قادرينش يهزوا حتى التقضيه ديالهم، هذا مشكل. فيجب على النساء ان لا يتلفنا، ان لا يضيعنا هذه الثقافه الغذائيه.